مشروع واحد. 80 جمعية ومنظمة مجتمع مدني التقت هنا للتشاور وإيجاد آلية تنسيق فيما بينها بهدف توحيد جهود العمل المدني وترشيد الدعم القادم للمنظمات العاملة في هذا الحقل. وبالأخير إن شاء الله بعد الجلسة التشاورية أن طموح نأطر جميع المنظمات المجتمع المدني بجسم واحد إذا هم وافقوا ورأوا أنه هذا الأمر بيخدمهم. طبعاً هو التجمع لكان عام وشامل بده يكون أقوى وأفضل، راح يكون يخدم النسبة يعني الأعلى من النساء. طبعاً نحن بنشجع 100% يكون هالتجمع ويكون ناجح إن شاء الله. اتفق الحضور على ضرورة إنشاء جسم موحد سيكون على شكل تجمع لمنظمات الجنوب السوري بالاعتماد على التجمعات المنشأة مسبقا حسب الاختصاص كتلك التي تعنى بالنساء أو ذوي الاحتياجات الخاصة. الهدف الرئيسي هو الحصول على أفكار ومشاورات بين منظمات المجتمع المدني لتشكيل جسم يضم كافة الجمعيات والمؤسسات الثورية في الجانب السوري. وضوح قوة الرقابة على التجمع عن طريق مجلس محافظة أو دار العدل أو غيرها. التجمع له حساسية اجتماعية، والحساسية هي بتعود لوعي الوعي الموجود بالتجمع. بيكون قوي عم تشاور فيه، لكن في أسس. لم يخلو اللقاء من بعض المكاشفات والأحاديث الصريحة، فبحسب بعض الحضور لابد من مكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء قواعد الإدارة الرشيدة عند جميع العاملين في الحقل المجتمعي قبل صهرهم في جسم واحد. اقتصر لقاء منظمات المجتمع المدني هذا على التشاور، لكنه خرج بضرورة إنشاء تجمع يجمع هذه المنظمات. سيتم تنظيم مؤتمره التأسيسي قريبا. بشير أحمد، أورينت نيوز، درعا.